مرحبا بكم في لاشين ديالي سنه بيلا. اليوم كيف كتشوفوا في الرومانس جبت لكم اليوم روتين كيفاش تنظفي البشره ديالك، روتين يومي. خليكم مع الفيديو. اول حاجه كنديروها وهي كننظفوا الوجه ديالنا، كنغسلوه مزيان بالصابون. انا كنستعمل هاد نيفيا، نتوما استعملوا اي صابون اللي كتستعملوا الوجه ديالكم اللي كيوافق لكم لابو ديالكم. هكا ضروري من الغسل الوجه في الاول باش كننظفوا الوجه ديالنا من الكريمات اللي كنكونوا حنا بايتين بهم. الا كنتو كتبدلوا بشي كريم في الوجه ديالكم ضروري من الصابون. ودابا غادي نغسلو ورجع لكم. من بعد ما غسلتو دابا كندوز للسكروب، القماج ضروري من القماج باش كنقتلوا هذيك الخلايا الميته، كنحيدوها كنقشروها مزيان بوانوار. ومهم الجلد الميت كله كنحيدوه. كتستعملوا اي قماش ضروري من القماش من وراء الصابون ضروري. وكنبقى نماسي جوج ديال الدقائق وانا كنبقى كنبقى نماسي في الوجه ديالي. قماج راه كديروها ثلاثه المرات في السيمانه، جوج مرات في السيمانه. من بعد كنغسل هذيك القماش من الوجه. من بعد ما كنغسل وجهي من القماش كنستعمل ماء الورد. ماء الورد راه صحي صحي بزاف كيف قلت لكم، انا كنستعمله بزاف الوجه ديالي. حنا كنبقاو كنحكوا بهذيك القماش كيتحلوا لينا المسام، كيولي وجهنا شويه حساس، كنديروا لي داك الماء الورد. كيف كتشوفوا وجهي ولا احمر بهذيك داك المساج ديال السكراب، وكنديروا ليه ماء الورد بحال هكا. كندوزو على الوجه ديالي كامل وكنخليه حتى كينشف راسو ما تنغسلوش. من بعد ما نشف ليا ماء الورد من الوجه ديالي كندوز مرطب البشره. ضروري مرطب الوجه حيت كيف ما كانت سواء جافه ولا دهنيه ولا فيها الحبوب ولا حساسه ضروري من مرطب الوجه ديالنا. نماسيوه ماسيو حتى العمق ديالنا، ما ننساوش نيدغاطيو العينين تحت العينين ديالنا بحال هكا. نيدغاطيوهم مزيان. انا كاع ما عندي هذوك الهالات صداع ولكن ضروري كندير واحد احتياط. ودابا انا ساليت. سلامه. كون عجبكم لا فيديو وهذا بالنسبه لهذا الشيء تقدروا ديروه في البشره الدهنيه، البشره الحساسه، البشره اللي فيها الحبوب، البشره الجافه، كاع البشرات كيتزموا هاد القوانين وهذا الروتين كامله. ماسك ضروري ديروه ضروري ضروري ضروري. تسلم البنات، واذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وحطوا لي تعليقات وديروا ابوني وركوا على داك الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. سلامه.